نجح لاعبو الكاراتيه بالنادي الأهلي في كتابة سطر جديد من التاريخ على الأراضي التركية بعد التألق الذي حققوه خلال مشاركتهم في بطولة البريمير ليج الدولية خلال الفترة من 10 وحتى 15 من مارس الماضي. واستطاع الشياطين الحمر حصد ميداليتين من أصل 6 ميداليات حققتها البعثة المصرية، حيث نجح محمد رمضان نجم الأهلي ولاعب منتخب الكاراتيه في حصد برونزية الكوميتي في وزن تحت 84 كيلوغرام بعد فوزه على التركي وبطل العالم إيغور أكتاس بنتيجة 5-4، كما توج منتخب الكاتا سيدات ببرونزية نفس البطولة بعد تغلبه على المنتخب التركي أيضا وبفارق كبير. وقدم منتخب الكاتا سيدات بطولة ولا أروع بعد مقارعته لكبرى دول العالم مثل إسبانيا وروسيا وتركيا، علما أن منتخب الفراعنة كان أهلاويا خالصا بوجود 3 لاعبات من بنات القلعة الحمراء وهن آية هشام، نهى عمرو وتقى هشام. ويسعى النادي الأهلي لكتابة التاريخ وحصد الميدالية الأولمبية الأولى لمصر في رياضة الكاراتيه، مثلما كان النادي الأهلي صاحب السبق على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية بالظهور الأول عن طريق بطلة مصر والعالم جيانا فاروق، والتي يأمل جميع متابعي اللعبة أن تقتنص ميدالية أولمبية في الدورة الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021.